شمس العشيق قد غربت واستعبرت عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ كديرين وليداتكم؟ هانين ناشطين؟ الأمور هي هاديك، خليو ليا في الأحوال ديالكم. كديرة البنات في التعليق؟ المهم قبل ما نبدا معكم الفيديو نقول لكم البنات باغتي على هذاك اللايك بعدا قبل ما تفرجي في الفيديو. وكيف ما كتشوفوا الغزالات بديت لكم فيديو مع الصباح، صباح عليكم الصباح. المهم هنا كيف ما كتشوفوا شعل الكاميرا اليوم نهير مع بناتي، لان راكم عارفين شدينا العطله. هي صراحه المدرسه راه زينه، واخا فيها شويه العذاب ولكن راه زينه. كنهناو شويه، خاصه ان انا جنات كضر نهار كامل في المدرسه، الربع كتاكل تما، كنهنا منا شويه. صافي هنا الغزالات نوت هنا وجدت لهم الفطير، قلت لهم اشنو باغين اليوم تفطروا، اشنو باغين، اش مشاهين. صافي قالوا لي ماما باغين البيض، طيبي لينا البيض. صافي هادشي اللي درت لهم البنات، عمرت بريريت ديالاتي وطيبت لهم البيض كيف ما كتشوفوا. لان ضروري الوليدات خاصك تسوليهم اشنو باغين، سينو ما كياكلوش ليك. انا راكم عارفين البنات الوليدات ما كيبغوش ياكلوا، ضروري خاصك تسيسي معاهم. صافي من بعد البنات ما فطرت بنياتي وصلت للمويعنات وضربتها بالتشطيبه الكوزينه، والبيوت راه كنديجا شطبتهم قبل ما نفطروا. صافي هنا دزت البنات اليوم، قلت ضروري ما ندوز ندير واحد الصيغه، مره كندير واحد الصيغه البنات بجافيل. هنا اختكم جافيل والتيد ضروري، ما كنفرعش الماء بزاف، غير شويه كنبقى نحك فيه بحك الجليج وراكم عارفين. صافي هنا البنات غنكمل. من بعد ما كملت كيف ما كتشوفوا الجفاف الصالون حتى هو جمعته، جمعت الزربيه البنات ما خليتهاش. غندير للبنات غندير لهم غير زربيه صغيرين، سينو غيوصخوا ليا في هاد العطله، غيردوا ليا حيت كيرسموا تما وكيلوقوا تما حدا التلفازه. المهم غنخلي الزربيه مع مجموعه، غندير لهم غير زرابي صغار اللي نقدر نغسلهم حيت هذيك عندي كبيره حيت جمعتها حيتها. وصافي البنات كيف ما كتشوفوا غندوز دابا نطيب لهم شي حاجه للغدا. الله المهم البنات عرفتوا ملي كديري جافيل وتحكي وده الله والله راحه نفسيه. صافي المهم غندوز الردات كالمعينات لبلاصتهم، وندوز الرد واحد الحوت اللي جابوا لي دابا زكريا توا وهانتوما معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات راكم عارفين انا ضروري من الحوت كيجيب لي بحكا صندوق، وكيجيب لي البنات القيمرون حتى هو كيجيب لي واحد جوج كيلو ديال القيمرون اللي كدي لي واحد المده البنات كنديرو فمي كتبحكا فالزوين. هاد القيمرون هذا البنات كندير بيه بحكا شليدات، شليدات خفاف بالزربه كنديرهم بحكا مع عصير، وها هما معشين كنديرو مع القمح بزاف مع الروز ونشحر الخضره وكياكلوا ليا يعني حيت عزيز عليهم. ايوا صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا كندوز نقسمهم في ميكات ونديرهم في الفريغو، وخليت واحد شويه لانني في العشيه باغا ناويه ندير به واحد الشليضه. وصافي غندوز البنات نحك هذاك الحوت اللي صراحه دائما كيديروا ليا زكريا ولكن ما عندوش الوقت. ايوا صافي اختكم داس انا. تابعني داس، واخا كي علاش كنكره هذاك القشر ديال الحوت لانه كيعفن الدنيا البنات كيعذب شويه. صافي الغزالات نكمل ورجع معاكم. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. كملتو في الحكان صراحه كيعذب في الحكان البنات، كيمحلك حتى الضفر ديالك. المهم البنات غندوز نقادهم في ميكات وهانتوما معايا.
غزالات غندوز نشارك معكم بما انك كتقولوا لي شنو كتوكلي الحكيمه. هنا البنات غنديروا واحد الاكل اللي غياكلوا فيها بثلاثه، يعني بنياتي بثلاثه. غندوز نشارك معكم هنا واحد الاكله اللي سريعه وزوينه وفي نفس الوقت صحيه. هنا عندي البنات واحد الخيزو اللي شتي قطعه قطعه صغيره، واحد البصيله حتى هي قطعه قطعه صغيره، جوج ريوز ديال الثومه، شويه زيت الزيتون خليتها كتشحر واحد شويه البنات، وضفت عليها واحد المطيشه محكوكه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد البنات غتزيدوا عليها واحد شويه الماء غير يطيب هذاك الخيزو مزيان، على حسب انا حيت بغيت ناكلو الحكيمه خصو يكون طيب مزيان. صافي زدت عليها البنات نصف كاس ديال الماء وخليتها طيب واحد شويه، وعاد غنرجع معكم البنات. من بعد ما طابت هذيك الشرموله ما درت فيها لا عطريه نهائيا، ما فيها لا عطريه لا والو. درت البنات شويه القيمرون ودرت هذيك الميرلوتسو كيف ما كتشوفوا، غنخليه يطيب فهاد لاصوص هذا بالزربه حيت ما كياخذش شي وقت كثير. وفاش كيعجبني ميرلوتس البنات مزيان للوليدات الصغار. البنات من بعد ما طابت هي الميرلوتسه كيف ما كتشوفوا، ها نتوما غنحيدها ونرجع معكم البنات. سلقت الباستا كيف ما كتشوفوا في هذاك لاصوص اللي طيبت فيه كيف ما كتشوفوا، هو اللي فيه بحق الدايره. هما البنات من بعد ما خلطتها كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي الغديوه ديال بناتي. هذه غتاكل منها حكيمه. المهم بما انكم قلتوا لي شاركي معنا شنو كتوكل الحكيمه، صافي كيف قلت لكم انا ما كنطيبش ليها بوحدها، كنحاول نطيب ليها انا دائما بناتي كنوكلهم معايا. وكيف ما كتشوفوا انا ما درت لا عطريه لا بزار لا حتى حاجه. صافي ها نتوما البنات في هذاك لاصوص ديال الحوت. وفاش كيعجبني هذا الحوت يعني حيت ما فيش لا شوك لا والو، غنطي منه حتى هو الحكيمه. ها نتوما البنات صافي هانتوما، ونحطيهم دابا في الطبيسيل. نازل ليهم هاد الحوت هذا بنت هادي غديوتهم. هانتوما البنات اللي عندها التربية دير والله الا بحق كتاكل ليا حكيمة بعدا شوية، ما كتكملش ليا ولكن بعدا كانت شوية بعدا خلاوها كتنقص عليا الرضاعة شوية تبقات تاكل فيا. ايوا هانتوما نقيت لي هذاك الحوت. ايوا هانتوما الغديوة صافي البنات. هنا رديت طويجين كيف ما كتشوفوا ديال الحوت، درت خيزو فرشت خيزو لتحت ودرت الفليفله والبطيطه درتهم في هاد الطويجين البنات. ودرت انا الزيتون ديال الدار هذا اللي كان صايب راه ديجا حتى هو حلا، واخا باقا فيه واحد الحروريه وكتعجبني ديك الحروريه البنات زوينه، باقا فيه زوينه ديك الحروريه واخا باقا ما فيه لا ملح لا والو. انتم البنات شوفوا شحال زوين. صافي البنات، وحيت هضرت مع زكريا قال لي نقدر نجيب بكري، قلت اللهم نوجدو المهم نوجدو قبل. وانتم معايا اخواتي البنات من بعد ما طاب الطويجين كلشي واجد، غسلت الميعنات جمعت الدار. غندوز البنات راني هنا اختكم غير رديت الغديوه ودش شققت شعري، درت لي واحد شقيقه ودابا دست غسلته البنات. وغندوز نتهلاو دابا في الراس شقينا ضروري ما نساوش ريوسنا، واخا روينه وروينه الوليدات والشقا وتماره والطياب والخبز ومنك كلشي، ولكن حاولوا ما نساوش ريوسنا البنات، وخاصه في هذا البرد حيت لما تهليتيش في راسك غيعودوا دوك الوليدين مشقين الوجه حالتهم مشق. اللهم تصلي في راسك وما تنسيش راسك. صافي هنا البنات من بعد ما راكم عارفين البنات بزاف اللي كيقولوا زهره شعرنا حتى حنا كيطيح، حاولوا البنات غير داويو شعوركم داويو. هما انا راه مني عاد كنداويه ما بقيتش كنعكز عليه نهائيا. شنو نقول لكم بعض المرات راه كندير نهار ونهار لا ندير ليه حاجه، المهم ما نعكسش عليه باش كيف قلت لكم خاصه اللي كترضع كترضع راه شعرها كيطيح ليا بزاف، انا بعدا كيطيح ليا شعري بزاف. صافي هنا البنات غندوز هنا ندير واحد القوماج للوجه ديالي حتى هو. درت هذاك القوماج اللي كانت صيفطات ليا خديجه البنات، المهم دست نشاركو معكم. هنا غندير من بعد غندير واحد الماسك طبيعي هذا ديالي العروس حتى هو صيفطاتو ليا، نخلطو غير مع اليوغورت مسوسه البنات. واللي كنديرها لوجهي كنديرها ليديا، القوماج اللي درتو لوجهي كنديرو ليديا. شوفوا ايديا البنات يعني باش كيف قلت لكم باش ايديك ما يعودوش راح يتعارفين مع جافيل وداك يعودو حالتهم. صافي هنا البنات من بعد ما درت القوماج درت الماسك خلطته حتى هو ودست درتو، وغنوريكم النتيجه. صراحه عجبني هذا الماسك وداك كيعطي النتيجه في الوجه ديالي، كي واحد النتيجه زوينه. شوفوا ايديا حتى هما
الحمد لله. يعني غير هذاك الشيء اللي كندير لوجهي كنديرو ليديا، وضروري من الكريمه البنات ضروري عطيوها الكريمه، ما تنساوش ايديكم من الكريم. وهنا نقول لكم